من خلال هذه التفاصيل التي نراها، رغم كل التطمينات والكلام الإيجابي من الجانب العراقي حتى في بعض الأحيان من إيران، إلا أن الحرس الثوري يهدد، القوات لا زالت على الحدود، كيف ترى الموقف؟ مساء الخير أستاذ أحمد، لك وللسادة مشاهدي قناة التغيير الأفاضل. الحقيقة الموضوع هذا موضوع قديم جديد، يعني كما تعلم حضرتك، يعني حتى قبل احتلال العراق كانت هناك مشاكل بين المعارضة الكردية الإيرانية وبين حكومة الولي الفقيه، سواء في زمن الخميني أم في زمن خامنئي. لذلك كانت لهم هذا الوجود الحقيقة على الشريط الحدودي، والذي ربما الآن بات يشكل خطورة، خاصة بعد الفترة التي شهدت إيران فيها تواجد شعبي عارم مطالبا بتغيير النظام أو إسقاط حكومة الولي الفقيه قبل عام وأكثر من عام، واتهمت هذه الجماعات الكردية بأنها كانت المنفذ الرئيسي لتهريب الهواتف اللي تعتمد على الأقمار الصناعية وبعض أنواع الأسلحة والغدارات وما شاكل ذلك، وهذا ما تدعيه طبعا إيران أيضا بشكل مباشر بعد أن بدأت المسألة تظهر إلى السطح من جديد، حيث عمدت إيران قبل عام أو أكثر إلى قصف أربيل وقصف مناطق في السليمانية وقصف مدارس، كلها كانت بحجة أن هذه المعارضة تنطلق من الأراضي الخاصة بإقليم كردستان نحو المناطق الإيرانية وتعمل عمليات وتعود ثم إلى مناطقها. الحقيقة هذه المسألة الآن أنا يعني تثبت لي، وكما تثبت لكل من يطلع عليها، أن القضية برمتها تعتمد على حكومة بغداد. يعني في غياب حكومة قوية كل شيء جائز، الجميع يستهتر بالعراق ويستهتر بحدود العراق والسيادة العراقية، تركيا من جهة وإيران من جهة، ودول أيضا تعتدي على مياهنا في الخليج العربي، مواقعنا وأماكننا وهكذا. إذن القضية هي يعني متعلقة برمتها بمركزية الدولة العراقية المفقودة. أما إيران فإيران تريد من خلال هذه العملية فرض أمر واقع جديد ليس في السياسة وليس في القوى الضاربة، وإنما حتى في حدود الجغرافيا بينها وبين العراق. تريد أن توجد منطقة شبه عازلة أو مراقبة وتحت إشراف قوات الحرس الثوري تمنع تسلل المعارضة الكردية الإيرانية إلى داخل إيران، وأيضا في حال تسللها ربما تعيق عملية عودتها إلى العراق. القضية هذه أيضا يعني أنا منذ عام كنت أتوقع أن العراق عندما يعني جرت الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، ثم بدأت زيارات مكوكية من قاسم الأعرجي إلى رئاسة إقليم كردستان، كنت أتوقع أن العراق سيضغط على هذه الجماعات الكردية الإيرانية الموجودة في الأراضي العراقية ويبعدها عن إقليم كردستان تماما. وهناك من كان يقول أن هناك معسكرات تعد لإيواء هذه الجماعات في الحدود بين محافظة صلاح الدين ومحافظة كركوك. هذا الموضوع لم يتم، لأن ربما الجماعات الكردية نفسها الإيرانية ترفض أن تغادر مناطقها، وهذه المناطق تم اختيارها حتى في الفترة اللي قبل الاحتلال العراقي، يعني في فترة الحكم الوطني السابق، وبالتالي هناك تعقيد وهناك مشكل في هذه المسألة تستغل إيران ويستغل الحرس الثوري من أجل أولا تصدير الأزمات وتصدير مشاكل إيران الداخلية وعلاقتها مع الشعب من جهة، وعلاقتها أيضا مع المجتمع الدولي من جهة أخرى، وهي من جهة ثانية وواضحة تريد استفزاز الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق يفترض أنها تتبع لحمايتها المباشرة، وتتواجد قوات لها في أربيل ومناطق أخرى من إقليم كردستان إضافة إلى قوات دولية أخرى. المجتمع الدولي يعني كما ذكرتم، المجتمع الدولي يعني بدءا بالولايات المتحدة الأمريكية يرفض أي مساس بأكراد العراق، وأيضا أي مساس بحقوقهم كأكراد داخل العراق.
يعني لا عدوان على الأكراد ولا أيضا ابتزاز أو تحكم بمقدراتهم المالية كما يحدث الآن في موضوع الرواتب وغيرها، وهو أيضا ما أكده النواب الثلاثة في الكونغرس الأمريكي في رسالتهم إلى الرئيس الأمريكي بايدن. لذلك أنا أعتقد أن المسألة بالغة الخطورة، بالغة الخطورة، وهذه أخليها يعني بين قوسين، لأنه على الجميع توقع هذا الخطوة الإيرانية. أنا شخصيا أتوقعها يعني بين يوم وآخر، لأن إيران تريد أن تحدث هذا الأمر وتستفاد من أمور كثيرة، كما ذكرت خلق منطقة عازلة على الحدود في إقليم كردستان، الضغط على حكومة إقليم كردستان وإفقادها هيبتها داخل الإقليم، أيضا الضغط على حليفها الاستراتيجي اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. فيما إذا فعلت أو لم تفعل شيئا.